أميرة؟ أميرة ألو؟ ألو؟ اتفضلي يا أميرة. أنا عندي سنين 9 أشهر. لا أميرة علي صوتك عشان أسمعك. ألو؟ أيوة بس ما كان جوزي حلم جوز مش سامعة. طب تحاولي تكلمينا تاني يا أميرة. أخد ماجدة مروة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ماجدة معايا؟ أنا مع. اتفضلي يا ماجدة. الرؤية الأولى إن أنا كنت بعيط في أول الرؤية وبحاسب ربنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل وببكي بحرقة، فجاني محامي وأنا واقفة فقال لي أنت مدام فلانة، قلت له أه، فقال لي جوزك محبوس قضية ناسي نفسي مهزاني. فأنا قلت له طب حضرتك مين؟ قال لي أنا عايز الأمين أو أحمد أمين. استني يا أميرة اتكلمي بالراحة. يا ماجدة اتكلمي بالراحة بس أسمعك. حاضر حاضر. كنت معادي الأمين أو أحمد أمين المحامي. تمام. فبعدين بقول لحضرتك دلوقتي طب انا اعمل ايه؟ قال لي حضرتك روحي وانا هحل الموضوع ده وهتكلم تاني. فكان معايا واحده صاحبتي ومعاها ولد، وانا معايا ولد ابيض جميل شعره التين كده لحد الكتف، وبعدين كان بيلعب مع ابنها فاخدتها ومشيت. وبعدين شويه كده قلت طب انا ايه اروح ليه؟ طب ما انا اروح اشوف جوزي ايه اخباره في القضيه دي. طبعا انا حماتي متوفيه فعديت عليها فقلت لها حضرتك لو سمحتي خدي الولد ده خليه معاكي هروح اشوف المحامي هيقول لي ايه على جوزي يطمني، لان انا مش قادره اروح من غير ما اطمن عليه. تمام. فحماتي متوفيه رحمه الله عليها فخدت مني الولد وقالت لي ايه، قلت لها ايه انا هاخده منك وانا راجعه. تمام. انا ولادي عامه امحيين مش جيزي يعني. ايه فراحت لا الحته الاخيره يا ماجده. ماجده ولادي امحيين مش بيض. ولادها امحيين مش بيض او بعدين؟ اه وبعدين حضرتك انا ايه سبته عندها فبعدين قالت لي ايه طمنيني على محمد على ابنها يعني. ايوه. قلت لها وانا راجع هاخد منك الولد. تمام. فانا مشيت فدخلت شارع كبير كله صواني وعليها عيش بلدي واكل ناس قاعده بتاكل في قلب الشارع عيش. فانا فمن كتر الصواني مش عارفه امشي. فغصب عني قعد رجلي داس على رغيفي من العيش البلدي ده. فالراجل اللي قاعد ياكل بيقول لي مش تحاسبي. قلت له معلش انا اسفه اصل انا رايحه اشوف جوزي المحامي عامل معاه ايه وانا مغضوضه ومرعوبه. قال لي روح يا بنتي الله ربنا يفرج همه. فانا لما مشيت لقيت ناس كتير واقفه في اخر الشارع ولقيت ناس فستان اثنين شباب واثنين ضباط او عساكر والشيخ الشعراوي قاعد في مكان بيقرا قران وهم قاعدين بيستمعوا لي وجنبي منه رتبه كبيره قوي وقصاده ضابط. وبعدين بقول للناس ايه؟ انا عايزه للعساكر يعني انا عايزه اقابل الشيخ الشعراوي اكلمه. قالوا لي طب انت هتستنيني بالمنظر ده؟ ده انت قريانه. فببصيت لمنظري لقيتني زي ما هما بيقولوا قريانه، لقيتني انا مش باين حاجه مني من عوراتي. نهائي خالص. قريانه؟ مش باين حاجه من عوراتي خالص والله يا دكتور. طبعاً بقول للناس ايه؟ طب اديني حاجه تسترني اكلم الشعراوي. فبصوا لبعض. وراحت واحده فيهم اللي قاعدين دولت قالت لي ايه؟ خدي العبايه دي. فلقيت عليها بقعه دم كبيره زي بتاعت الدوره لا مؤاخذه. فبعدين فواحده من الناس اللي واقفين الثانيه قالت لي استني يا بنتي انا هجيب لك عليها حاجه. ففتحت باب جنبها وراحت مدخلاني ودخلوا فيهم شباب ورانا. فبعدين هي بتقول لهم انتوا رايحين فين؟ قالت لهم احنا بيقولوا لنا احنا عايزين نتفرج. قلت لهم انتوا بتتفرجوا على ايه؟ امشي. وهم ادونا ظهرهم كتيان طلعوا العبايه وانا لبستها. وطلعت كلمت الشيخ الشعراوي. سلمت عليه كان هو ختم الجزء اللي هو كان بيقراه وسلمت عليه فقلت له يا شيخ محمد انا من زمان ما شفتكش. قال لي انت مش بتتصلي عليا ليه؟ قلت له حضرتك انا ما اعرفش رقمك. قال لي لا انت عارفاه. قلت له حضرتك والله انا ما اعرف رقمك. قال لي لا انت عارفاه. فبعدين قلت له لا يا شيخ محمد والله انا ما اعرفاه. فرد قال لي رقم 126 2016. قلت له كمان مره يا شيخ محمد. قال لي 126 2016. فرحت قلت له ايه طب انا هكتبه على الهوا يا شيخ محمد وبعدين هبقى اكلمك. ورحت فعلا كاتباه على الهوا بايدي ايه عشان احفظه. أيوة. فانا قلت له ايه طب انا ليا كمان طلب عندكم بعد اذنكم. قال لي ايه اتفضلي. قال لي قلت له انا عايز اتكلم الاستاذ اللي هو المحامي. قالوا لي ده حضرتك هنا معاكم يعني. قال ده هو بيصلي العصر وجايين وحضرتك ثواني بس وهتكلمي. فلقيت الراجل فعلا صلى وجا وقال لي قبل ما تخافيش ما تتخضيش على جوزك ان شاء الله جوزك انا وراه لما اطلعه برا. دي الرؤيه الاولانيه. انت جوزك عنده مشكله قانونيه فعلا؟ لا مش في اي مشاكل.
امال هو طب هو صحيا عامل ايه؟ الرؤيه ديت انا كنت بحلم بيها، كان جاي عريس لبنتي واهله رفضونا عشان احنا ناس على قدنا هم ناس مصر. فانا كنت مصليه استخاره عشان اعرف يعني ايه الرؤيه دي معناها ايه؟ يعني لبنتي مش لجوز خالص. كان عندي رؤيه ثانيه حضرتك ممكن تسمعيها بعد اذنك. طب احوال زوجك ايه لو سمحت؟ لا جوزي كويس الحمد لله ومرضي من عند ربنا وراجل مصلي وعارف ربنا جدا 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 وطاهر. صحيا حالته الصحيه لا كويسه؟ لا على قده شويه صحته يعني صعبه شويه. طيب كملي. ماشي حضرتك. انا بقى شفت رؤيه ثاني كنت اول مره انا زعلانه مع اختي شويه وكده. طب موضوع العريس موضوع العريس ده حصل فيه ايه يا مدام ماجده؟ ما بتقولوا هم رفضوه؟ لا رفضناه. ايه؟ رفضناه. رفضوا يجوا يقابلوا جوزي يعني هو عاوزها وهي عايزاه وهم مش عايزيننا. فجوزي قال طبعا الموضوع ما ينفعش وكده. فاترفض يعني حتى بنتي صرفت نظر بعد استخارات وصلاه كتير وحاجات كتير وما فيش نتيجه. هو انت مالكيش اولاد ذكور؟ لا عندي ربنا يخلي عندي ولد معوق وعندي ولد تاني 10 سنين. طيب كملي. وهي بنتي الوحيده وحاصله على كليه وما شاء الله يعني. انا شايفه حاجه كده ما فيش غير الزوج هو اللي سند معاكي دلوقتي، انا شايفه كده. حتى انت قلتي برضه الابن معاك والتاني صغير. صح تمام كملي. ماشي. بس الرؤيه الثانيه حضرتك يا دكتوره انا اختي ما بتكلمنيش قطعت صله ارحام فانا دايما بروح لها وبسال عليها هي مش بتكلمني. فانا شفتها في الرؤيه ان انا بخبط على الباب عندها فمش راضيه تفتح لي. جاني اخبط كتير كتير قوي يا دكتور ففتحت لي وقفلت الباب في وجهي وبعدين فتحت لي تاني وهي بتزعق ودمها الزعق لي جامد جامد جامد. فدخلت في وسط بيت كده بجح يعني فلقيتها واقفه في وسط عفش كتير جديد زي بتاع عروسه كده يا دكتور. وبعدين بتقول لي ايه يعني عايزه الصف الجاي بينها وبيني يعني. فبتقول لي ايه انت انا بتاجر فيه. لا انا بتاجر فيه. فبقول لك ايه ما تجيبي شويه هدوم وتعالي تجري معايا. قلت لها انا مش فاضيه انا ست موظفه باجي من شغل الساعه 2:30 فانا مش فاضيه ان انا اجي او اتاجر. انا جايه اشوفك واطمن عليكي. انت ليه مش بتفتحي لي الباب؟ انا نيتي متوفيه. فلقيتها نازله من فوق من على السلم من عندها في قاعده ببيت يعني متوفيه ونازله من على السلم فراحت على كتف اليمين يا دكتور وراحت مخبطه يعني طبطبه عليا كده وبستني يعني سلمت عليا الاول يعني وبستني وبعدين طبطبت على كتف اليمين قالت لي ما تزعليش ربنا معاكي وهيكرمك فما ما تخافي. ورحت قايمه يا دكتور والفجر بيقول الله اكبر الرؤيه. طيب عايزه اسال على عمر بنتها. طيب حاولي يا ماجده كلمينا تاني. طب يا دكتور ممكن تفسري لها بقى ده ولا في لازم عمر بنتها؟ ثانيه عشان الرقم ظاهر لي عمر بنتها في وقت معين. هفسر الرؤيه الثانيه علشان الرؤيه الاولى دي فيها ارقام لازم اشوفها صح علشان اطلع الرؤيه صح معايا باذن الله رب العالمين. موضوع اختك انا شايفه ان فيها يحصل كلام ما بينكم تاني. اولا يا جماعه خدوا رمز لما يكونوا اتنين في مشاكل ما بيناتهم وتحصل يعني زعي منوشه كده مع بعض اعرفوا ان في كده تراضي المنام بيبقى بالعكس. اما لو كان الامور طيبه ما بيناتهم وحصل بقى محبه اكتر وكده بيبقى برضو بالعكس. فهنا انا شايفه ان في تراضي لكن تاخدي بالك لان هي بتقول لك انها بتتاجر في العفش او بتتاجر او بتبيع في الملابس والحاجات دي كلها فعني كده انها برضو يعني ايه خلي صله الارحام بالسلام ما تبقاش فيها ود قوي علشان المره الجايه لا قدر الله لا قدر الله هتبقى قطيعه مش سهله. انت بتقولي انها يعني موضوع سهل معاها انها تقطع صله الارحام والله اعلى واعلم. بس اللي بالعكس ده يا دكتور مع الاخوات بس ولا ممكن مع الاصحاب كمان او القرايب مش الاخوات ولا بس هو حاله الاخوات؟ لا صله الارحام بتكون دايما بتخص بصي انا شايفها كلها بتبقى للمسلمين لكن هي صله الارحام اللي معروفه اللي بيكونوا من دمي. لكن كمسلمين مع بعض هو ده المفروض ان احنا ما ينفعش اساسا ان احنا نخاصم يعني بعض يعني دي اساسا يعني مستحرمه شويه في ديننا. صح. نخلينا بقى في الرؤيه مفضلي. الاولى الرؤية الأولى دي أنا كنت شايفة في الرؤية دي إن بنتك عند إتمام 29 عام أنا شايفاها إن في زواج بس زواج بصي هيرفع من قدرها مع زوج صالح. الأرقام اللي ظهرت معايا 126 20 116 أنا شايفاها عند إتمام 29 سنة والله أعلى وأعلم. أنا كنت نفسي أعرف هي عمرها قد إيه دلوقتي
اوعي تزعلي لانك انت في الرؤيه كنت ماشيه وبعدين حد اداكي عبايه ملوثه بدماء، فدي كلها اشخاص غير مستحبه، ما تستعجليش. انت كنت بتقولي الناس بتقول عليكي يا ريانه، هو دوت اللي انت حاجه الماديه اللي انت حاسه بالعجز او الحاجه الماديه اللي احنا بتتاثر على الانسان شويه، فانا ما شفتهاش خالص انها تخص الزوج، بس شايفه ان حبس الزوج، انا شايفه انك انت المعيله للاسره اكتر من اي حد، ووضحتي لي فعلا ظروف اولادك شكلها ايه، ربنا يحميهم لك يا رب. فالرؤية هنا رمز قوي قوي، بنتك مكتوب لها بأمر الله، بأمر الله تعالى زوج صالح جدا جدا جدا، شأنه هيبقى عالي جدا جدا جدا، وجود الشيخ الشعراوي ما قالك الأرقام دي، فاصبري عليها حتى لو عدت 26 27، أنا شايفة أن عند إتمام 29 أمرها بإذن الله رب العالمين، مش عايزة أقولك يعني هتعلي من قدركم معاها بأمر الله تعالى. يا ريتك لو تقدر تتصل بينا تاني، عايزة أتأكد من سنها قد إيه دلوقتي، والله أعلى وأعلم. طيب.